تحت إشراف الجمعية الأوروبية للمناظير والجمعية المصرية للكبد والجهاز الهضمي وبحضور عدد من أساتذة الكبد والجهاز الهضمي، انطلقت فعاليات الاجتماع الأول للتميز في الجهاز الهضمي، واللي ناقش خلال الأطباء طرق التشخيص والعلاج اللي بتخص مرضى الجهاز الهضمي في مصر. والمؤتمر النهاردة أهميته أنه بيناقش مشاكل هامة جدا لها علاقة بال إفرازات الحمضية للمعدة، ومنها ارتجاع المريء ونزيف الجهاز الهضمي ومشاكله، وبرضو علاج الجرثومة الحلزونية. طبعا المجال بتاع الجهاز الهضمي والكبد وخاصة في مصر الحمد لله حصل فيه تقدم كبير جدا في أسلوب ووسائل العلاج المتاحة. طبعا عندنا أمراض مزمنة كتيرة، كان أولها طبعا في مجال الجهاز الكبد كان الفيروس سي، والحمد لله الدولة عاملة مجهود كبير جدا دلوقتي في أنها تقضي عليه. أما في مجال الجهاز الهضمي، طبعا الجهاز الهضمي عندنا فيه مشاكل كتيرة قوي، في أمراض معينة بتبقى موجودة في الدول النامية زي مثلا البكتيريا الحلزونية. مرض ارتجاع المريء وأسباب حدوثه وطرق علاجه كان من أهم المحاور اللي ناقشتها الجلسة، ده بالإضافة لمشاكل تانية زي القيء الدموي ونزيف الجهاز الهضمي. انتشار المعرفة بما الأمراض الحديثة في الجهاز الهضمي والوقاية وعلاجها، ودي أهم حاجة. احنا من البادي هنركز قوي على ارتجاع المريء وفت حجاب الحاجز. وده اجتماع علمي منعقد النهاردة لمناقشة بعض المشاكل الجهاز الهضمي الخاصة بالحامض بتاع المعدة بالذات، اللي هو مشاكل الجهاز الهضمي. يمكن المشكلة اللي هتكلم عليها النهاردة مشكلة الارتجاع المريء، ودي مشكلة عامة بنواجهها في العيادات كتير قوي قوي قوي. يجي المريض حاسس بحرقان، حموضة، يصحى بالليل عنده شرقة، حاسس مخنوق، ألم في فم المعدة، فدي بتبقى لزيادة إفراز الحمض وارتجاعه على المريء. عدد المصابين بمرض ارتجاع المريء في مصر بيوصل لحوالي 30 مليون مصري، وده اللي بيخلي هؤلاء الباحثين حريصين جدا على تطوير طرق التشخيص والعلاج لهذا المرض.